إيران نسيت قوتنا الغاشمة وأصبحت تتوحش بأسلحتها وصواريخها، وبدأت في إعلان تحد واضح وصريح لنا، لذلك فعلينا إسكاتها وتوجيه الإنذارات لرئيسها. هكذا أعلنتها أمريكا صريحة: إذا لم تتوقف إيران عن دعم اليمن سنقوم بقصفها وتدميرها، فهل تنشب حرب طاحنة يا سادة؟ على غير العادة، بلينكن يصل إسطنبول في محطة أولى ضمن جولته في المنطقة، وحكومة الطوارئ لن تستمر طويلاً، هكذا فجرها وزراء إسرائيليين. بطائرات فرنسية أردنية، إسقاط جوي لمساعدات طبية على القطاع. وإلى بلاد العم سام، ترامب مهدد بغرامة تصل إلى 370 مليون دولار، فهل يفشل بالانتخابات القادمة يا ترى؟ وفي بلاد الدب الروسي، الدفاع الروسي تعلن حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال أسبوع، فما هي النتائج؟ وروسيا تؤكد إسقاط 4 صواريخ أوكرانيا فوق القرم ليلاً. أردوغان يبلغ زيلينسكي استعداد أنقرة للوساطة واحتضان مفاوضات سلام بين موسكو وكييف، فما القصة؟ وحبس 15 متهماً بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في تركيا، فما الذي يحدث يا سادة؟ والقصف الأوكراني يرعب سكان بلغرود، فهل بدأ زيلينسكي يرد بقوة على الهجمات الروسية؟ إليكم التفاصيل. بلينكن يصل إسطنبول. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب في القطاع. وإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن 5 دول عربية فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة. وسيعقد بلينكن محادثات في إسطنبول السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب أردوغان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين: لا نتوقع أن تكون كل المحادثات خلال هذه الرحلة سهلة، من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا. حكومة حرب في إسرائيل. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء بالحكومة قولهم إن مجلس وزراء الحرب لن يستمر طويلاً، يشار إلى أنه تم الإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ حرب في إسرائيل من أجل قيادة حالة الحرب التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية ضد الفصائل في المدينة. وكان رئيس الأركان هيرتسي هاليفي بدأ بتعيين فريق للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى هجوم الفصائل الذي تقول إسرائيل إنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص. إسقاط جوي على القطاع. قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن سلاحي الجو الفرنسي والأردني أسقطا 7 أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة على المدينة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس: الوضع الإنساني في القطاع لا يزال حرجاً وسط الوضع الصعب. أسقطت فرنسا والأردن مساعدات عبر الجو للسكان ولمن يقدمون لهم المساعدة. وأحجم المسؤول عن الكشف عن محتوى المساعدات وما إذا كانت إسرائيل قد منحت الضوء الأخضر لتنفيذ العملية. ترامب مهدد بقضية احتيال. تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته حسب ما أظهرت وثائق قضائية. ويتهم ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024 مع ابنيه الأكبر سنا بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملائمة. وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة. وقد مثل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد ليبن وإيريك بشهادتهم منذ أكتوبر. المعارك بين روسيا وأوكرانيا.
أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها نفذت 41 ضربة جماعية وضربة مكثفة، واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، لمواقع قيادة عسكرية والبنية التحتية لمطارات عسكرية أوكرانية خلال آخر أسبوع. وجاءت الاشتباكات على المحاور التالية: على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، صدت القوات الروسية 18 هجوماً أوكرانياً، وبلغت خسائر العدو أكثر من 485 عسكرياً. وعلى محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك، صدت 4 هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 690 عسكرياً بين قتيل وجريح ومدافع غربية. أما على محور دونيتسك، صدت القوات الروسية 9 هجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 1990 عسكرياً. وعلى محور جنوب دونيتسك، تم صد 5 هجمات والقضاء على 950 عسكرياً وتدمير عتاد وأسلحة. وعلى محور زابوروجيا، تم القضاء على 350 عسكرياً أوكرانياً وتدمير أسلحة وعتاد غربية. أما على محور خيرسون، بلغت خسائر العدو 225 بين قتيل وجريح وتدمير مدافع وأسلحة. استعداد أنقرة للسلام في أوكرانيا. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد أنقرة للقيام بدور الوسيط واحتضان مفاوضات لتحقيق السلام في أوكرانيا. وأعرب أردوغان عن استعداد تركيا للعب دور الوسيط وإجراء مفاوضات سلام لتحقيق السلام في أوكرانيا، تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت باستمرار ومنذ بداية الأزمة على استعدادها للتفاوض، لكن كييف فرضت حظراً على المستوى التشريعي يمنع إطلاق مفاوضات. القبض على متهمين بالتجسس. أفادت قناة تيريتي الرسمية في تركيا بأن محكمة أصدرت أمراً رسمياً بحبس 15 شخصاً وترحيل 8 آخرين على إثر اتهامات بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا. وذكرت وكالة الأناضول الرسمية نقلاً عن مصادر قضائية أن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول قررت حبس 15 شخصاً وأطلقت سراح 11 آخرين ووضعتهم تحت الرقابة القضائية. قصف أوكراني على بلغرود. عرضت سلطات منطقة بلغرود الروسية المحافية لأوكرانيا على بعض سكان عاصمتها أن تنقلهم إلى أماكن أكثر أماناً بعدما قصفت القوات الأوكرانية المدينة بكثافة، وجاء ذلك بعد قصف ليلي تسبب بإصابة شخصين على الأقل وتحطيم زجاج مبان شاهقة ما أثار ذعرا بين السكان. وقال حاكم منطقة بلغرود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف في رسالة مصورة: أرى عددا من المناشدات على شبكات التواصل الاجتماعي حيث يكتب الناس: نحن خائفون، ساعدونا في الوصول إلى مكان آمن. وأضاف حاكم المنطقة: سنساعدهم بالتأكيد، بدأنا بنقل بعض العائلات. وأخيراً عزيزي المشاهد، هل زيلينسكي بدأ بالرد بقوة على هجمات بوتين الشرسة في شرق أوكرانيا؟